مشروع جديد لعملة لونا كلاسيك وأهم مناطق التعزيز. صديقي تابع معي الفيديو للأخير إذا كنت مستثمر بهاي العملة. صديقي إذا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة، شباب ذكرنا هاي صفقتنا اللي تكلمنا عنها مرابحها أكثر من 500%، كانت صفقتنا بعملة الجي ام تي، دخلنا بال 51 سنت وأخذناها هبوط إلى مناطق ال 44 سنت إلى 42 سنت، شباب حققنا أرباح كبيرة. وإذا كنت بتفضل هيك صفقات استثمارية ودخول بالسوق بشكل منظم، انضم لإلي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. عملة لونا كلاسيك بتصحيح عنيف مع تصحيح البيتكوين. نحن تكلمنا شباب عملة لونا كلاسيك داخل هذا المثلث، وطبعا اختبرت اعلى المثلث بمناطق 0.3018. للاسف شباب ما قدرنا نثبت بهي المنطقة. حاليا اذا خسرنا مناطق 0.3016 يعني خسرنا هذا المثلث الصاعد. اكيد رح يكون هدفنا 3.12 و4.8. صديقي تعزيزك من هالمناطق بالضبط وهبوطنا لهي المناطق من صالحك كمستثمر اي من شخص تاني. السبب تعزيز من مناطق منخفضة بيقرب من سعر دخولك. للامانة شباب العملة لها مستقبل، لكن بدنا شوية وقت. حسب التغريدة شباب الاشخاص اللي عمال بيشككوا بفيديو بيوم امس، عملة لونا كلاسيك مقبلة على مشروع تيرا كلاسيك ديفاي. يعني شباب عملة لونا كلاسيك رح تدخل بمشروع ديفاي. هالمشروع رح يكشف على الورقة البيضاء اللي ممكن رح تحرق المليارات بشكل يومي. اكيد عملية الحرق راح تكون ضخمة، وهي التغريدة شباب امامكم. اذا شباب العملة الى مستقبل بالبول ماركت اللي قادم. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.